السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هنكمل باقي السلسلة اللي بنتكلم فيها على صيانة مضخة طاردة مركزية من أول ما شلناها من الموقع لحد ما نرجعها الموقع تاني بكل الخطوات. قلنا في من ضمن الصيانة إن احنا هنغير بيرنج، هنعمل تشيكات على العمود، وده اللي اتكلمنا عليه في الفيديوهات اللي فاتت. الفيديو ده هنتكلم تحديدا بقى بالإضافة لفيديو سابق على تغيير الميكانيكال سيل. طيب احنا قلنا البامب اللي معانا كمثال هي مضخة طاردة مركزية من كي اس بي بلان 11 للميكانيكال سيل. الميكانيكال سيل بتاعنا كارتج. اول خطوة قبل ما نشيل المضخة بتاعتنا من الموقع اصلا، هو اول ما هنقرر ان احنا هناخدها للصيانة هنعزلها سحب وطرد ونصفيها، لازم نعمل لوك للميكانيكال سيل. لوك الميكانيكال سيل اللي هو اللوك اللي احنا شايفينه ده، الوردة دي اللي مربوطة بمسمار واحيانا بتبقى صوبع. لازم افك المسمار اهويه والف والف الوردة دي بحيث ان هي تخش تعمل لوك جوه السليف مش على الصامولة. في جروف بيبقى جوه السليف لازم تخش تقعد جوه زي ما احنا شايفين، هي هنا مش ورا الصامولة، لا، في جروف، في مجرى جوه السليف نفسه بتقعد جوه. يبقى دي اول خطوة. الخطوة التانية ان انا لفتها، تمام، يبقى كده ضمنت ان الميكانيكال سيل بقى معمول له لوك. اي خبطه، اي رزعه، اي حركه للعمود مش هتكسره، هتحافظ على، هيفضل كده متحافظ عليه. حاجه تانية، في مجموعه الالينات اللي في الصاموله دي اللي بتبقى رابطه الصاموله في السليف في العمود اللي هي بتنقل الحركه من العمود للميكانيكال سيل، لازم افكها بحيث ان ما تبقاش رابطه على العمود، فيبقى هنا السليف اصبح حر عن العمود فاقدر الف العمود لوحده والسليف لوحده. تمام، ادي رسمة جميلة كده لوناها عشان حبايبنا علشان يبقوا شايفين الميكانيكال سيل فين وايه اجزاء. اللي احنا شايفينه الازرق ده هو الغطاء اللي بيبقى الغطاء بتاع الكيسنج اللي هو الفلانشة الكبيرة، واللي بالاخضر ده البيرنج هاوس والعمود طالع منه اهو زي ما احنا شايفين. بقى ده الغطاء بتاع البيرنج هاوس بتاع البيرنج والعمود الاصفر بتاعنا. تعال نشوف كده، ادي الغطاء الفلانشة الكبيرة اللي بتقفل الكيسنج اللي بيبقى رابط فيها البيرنج هاوس، وبيبقى ما بينهم ادي العمود بتاعنا. في المنطقه اللي مكتوب فيها كلمه العمود دي بتبقى الامبلر، بتبقى راكبه على الخابور في الحته دي. طيب ادي الميكانيكال سيل بتاعنا نفسه، من اهم اجزاء الميكانيكال سيل الاورنج. تعالوا نبص، ادي الاورنج اللي ما بين السليف والعمود اللي بيمنع التسريب ما بين السليف والعمود. في فيديو قديم احنا متكلمين فيه على الليكج بوينت، نقط التسريب في الميكانيكال سيل. طيب دي من ضمنهم. ايه تاني؟ في اورنج تاني بيربط الكارتج كله، جسم الميكانيكال سيل كله على الكيسنج كفر، ممكن يبقى اورنج واحيانا بيبقى جاسكت جوان. طيب ادي اورنج بيركب ما بين الحلقه المتحركه والقفص وهي قاعده على السليف. يبقى الحلقه المتحركه زي ما قلنا زمان تحتيها اورنج، السليف اهو تحتيه اورنج. طيب والحلقه الثابته اللي بتركب في الجلاند نفسه تحتيها اورنج. كل دي نقط اللي انا خايف من التسريب فيها. لو شفنا اول فيديو في الميكانيكال سيل هنفهم احنا حاطينها دول ليه. تمام، يبقى كده الاورنجات كمان عرفنا اماكنها، وادي الجلاند، وادي المجموعه وهي راكبه ما بين الميكانيكال سيل كارتج، راكب ما بين بره ما بين البيرنج هاوس وما بين الكيسنج كفر. طيب لو احنا كنا هنا المفروض في اللقطه دي يكون الامبلر اتشالت، بس خلينا نتغاضى عن النقطه دي. ادي هنا زي ما قلنا لازم اكون عملت فكيت المسامير قبل ما اعمل افك الكيسنج كفر من البيرنج هاوس. لازم اكون قبل كده فكيت المسامير الالينات اللي رابطه السليف الميكانيكال سيل سليف بالعمود، واكون عملت لوك الميكانيكال سيل كمان. تمام، بعد كده في اربع مسامير اللي احنا شاورنا عليهم دول اللي رابطين الكيسنج كفر في البيرنج هاوس نفكهم، وفي بيبقى في مسمارين كمان جاكات ببدا افق ازق بيهم الكيسنج كفر عشان افصلهم عن بعض. طيب فصلنا، تمام، ابدا في وضع راسي اسحب العمود بالبيرنج هاوس، كل ده فوق، يفضل لي تحت، يفضل لي تحت مين؟ يفضل لي تحت هنا الكيسنج كفر وجواه الميكانيكال سيل. الكيسنج كفر والميكانيكال سيل مربوطين في بعض بالاربع مسامير دول، افكهم. اول ما افكهم بقى الميكانيكال سيل حر، اقدر اخده كله كقطعه واحده. اهو ادي الكيسنج كفر وادي الاربع مسامير، لما افكهم يطلع في ايدي الميكانيكال سيل زي ما احنا شايفين كده اهو. تمام، طيب
الميكانيكال سيل بتاعي طالع. فاكرين احنا كنا عاملين له لوك باللوكات اللي على الداير علشان المسافات، هما بيبقوا ثلاثة، خد بالكوا ده واحد بس لكن هما بيبقوا ثلاثة. اللي واضح قدامنا دلوقتي واحد، وممكن تلاقي واحد تحت، لكن في الغالب بيبقوا ثلاثة أو أربعة. طيب دول اللي بيحافظوا على المسافة بتاعة الضغط الميكانيكال سيل، وبيحافظوا عليه إنه ما يتكسرش. يبقى أول حاجة أعمل إيه؟ أفك اللوك وأفك المسامير بتاعة. أول حاجة أفك الألينات الأول عشان الصامولة تطلع معايا، الألينات دي، وبعدين أفك اللوك خالص. أول ما أفك الصامولة وأفك اللوك، معنى كده إن السليف نتيجة للسوستة هيرجع لورا، فأقدر أمسك السليف من ورا أطلعه هو والمجموعة المتحركة بالكيج كده. طلع في ايدي لو احنا شايفين، ادي السليف عليه الكيج بالسوست بالحلقة المتحركة، تمام. طلع منين؟ طلع من جوه الكارتج، العلبة الفارغة كلها اهو شايفين. عندنا واضح ان المية عندنا كانت مية سيئة جدا وفيها كمية صدى، في حالتنا دي انا شايف وجهة نظري ان بلان 11 غير مناسب، لان واضح ان المايه نفسها مش نظيفه، كان لازم يبقى في مصدر خارجي للفلاشين. طيب نبص قدامنا كده بعد ما نضفنا، هنلاحظ ادي الفرغه فوق بتاعت الميكانيكال سيل، جنبيها السليف اللي الراجل ماسكه بايده. هنلاقي بعد كده من ناحيه الشمال حلقه ثابته، القفص الكيج، حلقه متحركه، الصاموله اللي بتربط السليف في العمود. واضح ان دول كلهم جداد. نبص قدامها هتلاقي الحلقه والكيج والحلقه المتحركه والثابته ما تنضفوش لسه. طيب الحاجات دي كتير منها ينفع نستعمله تاني؟ اه طبعا، الكيج استعمله تاني، السليف استعمله تاني، احيانا الحلقه الثابته والمتحركه ينفع استعملهم تاني طبعا بعد لو احتاجوا شويه لابنج، لكن صعب جدا ان انت تستخدم الاورنجات الا في حالات نادره قوي انك تنفع تستعمل الاورنج تاني، لان الاورنج بالطبيعي مع الاستخدام شكله بيتغير، فبيتحول من الشكل المدور للمربع، فبيبقى صعب يرجع. طيب اللي فاتوا دول المجموعه المتحركه، طب فين الحلقه الثابته؟ جوه اهي، هاجم الظهر وابتدي ازقها من ظهر الفرغه دي من الجنب التاني، فهتطلع معايا زي ما احنا شايفين كده بالاورنج بتاعها. جميل، انضف كل حاجه واغسل كل المكان كويس جدا، ارجع احط الحلقه الثابته بالاورنج بتاعها جوه الفرغه. طيب وانا بركبها، احنا في الفيديو قبل كده ورينا بنركبها ازاي، خدوا بالكم بس ما نساش الاورنج. انا ما افضلش نحط لا زيت ولا شحم، الزيت والشحم احيانا كتير بيتفاعل مع الاورنج بيخليه يشقق بيخليه يبوظ، او مع الوقت بيخلوه غير ثابت في مكانه، فبتبدا الحلقه دي تقلب ما تبقاش ثابته في مكانها. انا بفضل يا اما ميه يا اما مسحه ميه بصابون خفيفه جدا. طيب يبقى الحلقه الثابته ركبت بالاورنج بتاعها. طب الحلقه المتحركه بربط الكيج بربطه على القفص اللي هو الكيج اللي هو القفص، بربطه على السليف بالالينات بتاعته اهو، وبعد بيبقى غالبا الينين، وبعدين اركب السوست، وبعدين اركب اورنج والحلقه المتحركه بتاعتنا بالاورنج بتاعها بديل مجموعه على السليف، واخد السليف ادخله في الكيج من في الـ في الـ في الكارتج في الفرغه من الظهر، من الظهر زي ما خرجناها من الظهر ندخلها من الظهر. بعد ما دخلناها من الظهر ابتدي اعمل ايه؟ اول حاجة اسقط اللوك، اللوك اللي احنا قلنا عليه، وبعد ما اسقط اللوك اربط الالينات بتاعت الصامولة دي كمان. يبقى خدتوا بالكم احنا هناك كنا فكينا اللوك وفكينا الالينات، هنا هنرجع اللوك وهنرجع الالينات. ليه؟ عشان يبقى الميكانيكال سيل مضغوط وجاهز للتركيب على العمود اهو. ادي اللوك زي ما قلنا عكس ما عملنا المرة اللي فاتت، تمام. اللوك بيربط فين؟ اللوك ما بيربطش على الصامولة يا جماعة، عشان الناس ما تتخيلش انه بيربط على الصامولة. اللوك له جروف جوه السليف نفسه بيحدد مسافة وضغطة الميكانيكال سيل اهي اللي احنا شايفينها. شايفين؟ ادي اللوك اهو بايت فين؟ بايت في جروف جوه السليف نفسه، مجرى جوه السليف مش على الصامولة اللي فيها الانينات، عشان الناس تبقى فاهمة اهو. شايفينها؟ تمام. وادي الصامولة احنا شايلينها خالص، ورغم كده الميكانيكال سيل واخد ضغطته، لان مش هي اللي بتظبط ضغطة الميكانيكال سيل. تعال نشوف، ادي الميكانيكال سيل اهو باجزائه. لو قلنا ادي الاورنج اللي ما بين السليف والعمود، وادي الحلقة المتحركة
وادي السليف، ادي الاورنج بتاعها جوه القفص، وادي الحرقه الثابته، وادي الاورنج بتاعها. خلي بالكوا احنا بنكتب كل اسم بلون نفس لونه. وادي الجوان اللي قلنا بيربط فرغه الميكانيكال سيل كله او الكارتج في الكيسين كفر اهو اللي هو ده، وبعدين ادخل العمود جواهم. بقت كده جاهز. طيب تعال نشوف اهو، ادي العمود بتاعنا من ناحيه اليمين، ادي البيرنج، يعني معنى كده ان ده البيرنج هاوس والاورسيل. اقدر احط الفرغه كلها، بعدين اجيب البيرنج الكيسنج كفر واربط كده اهو. الطريقه دي تكاد تكون مش مستخدمه خالص، يعني ان كانت موجوده لكن تكاد تكون مش مستخدمه. طب احنا بنستخدم بقى ايه بقى؟ ادي الكارتج بتاعتنا اهي، هنربطها في الكيسنج كفر رباط، يبقى هي والكيسنج كفر بقوا جزء واحد زي ما فكينا، بقت كده تمام. وبعدين بقوا كده جاهزين يركبوا فين؟ يدخلوا جوه العمود اهو، دخلوا جوه العمود. يبقى كده الميكانيكال سيل اتربط في الكيسنج كفر، وراحوا يتربطوا بعد كده فين؟ في الكيسنج. اتربطوا فين؟ هيتربطوا في الكيسنج. هربط الامبلر، بعد ما اربط الامبلر هربطهم في الكيسنج تمام، واخد كل ده اربطه في الكيسنج نفسه بقى زي ما اتفقنا. طيب خلينا فاكرين اللوك، ارجع اربط اللوك بتاعنا على السليف الاول. قبل ما افك اللوك بتاع الميكانيكال سيل اربط الالينات اللي بتربط السليف على العمود الاول، وبعدين بعد كده اهو ربطناها، وبعدين بعد كده اعرف ارجع اللوك ده، افك اللوك بتاع الميكانيكال سيل. فكيت اللوك بتاع الميكانيكال سيل، اعبي زيت زي ما عندنا فيديو قديم بيشرح ازاي نعبي زيت والكميه كام والليفل كام. اهو اعبي الزيت بتاعي، ادي الليفل بتاعه عن طريق الاويلر، واركب الاويلر نص سايد جلاس كده. البامب بتاعتي جاهزه ان هي يتعمل لها الاينمنت. خلينا فاكرين واحنا بنربط مجموعه البيرنج هاوس بالكيسنج كفر جوه الكيسنج، ما ننساش نحط الجوان اللي ما بين الكيسنج والكيسنج كفر، واحنا بنربط المسامير دي بتتربط كروستات صليبه بترك. حاجه تانية دايما كل ما اجي اربط لازم الف في العمود عشان اطمن ان العمود من قدام من عند الامبلر اللي هي الكيسنج ويل رينج ما بيحكوش في بعض، فلازم مع كل رباط الف لفه، مع كل رباط الف لفه عشان اضمن ان البامبه هتلف بعد كده سموث ومش شحطه في جنب. وبعد كده نعمل الالاينمنت بتاعنا، عندنا كورس كامل للالاينمنت بكل تفاصيله اللي عايز يراجعه، ونشوفكم ان شاء الله في سلاسل جديده.